للوقوف على آخر تطورات الميدانية، معي من ريف إدلب مراسلنا محمد سلهب، ومن ريف درعا مراسلنا محمد الحوراني. أهلا بكما معي محمد والحوراني. محمد أيضا، نتحدث عن ثاني أيام الخروقات جديدها وضحاياها. نبدأ مع محمد الحوراني. نعم ميسون، تدخل الاتفاق الذي اتفقت عليه المعارضة المسلحة والمعارضة السورية وأيضا في مؤتمر أستانا اليوم الثاني حيز التنفيذ في محافظة درعا، كان اليوم هادئ نسبيا، تخلله بعض الاختراقات في عدة مناطق ولا سيما في درعا البلد التي تعرضت لقصف مدفعي صباح اليوم من قبل قوات النظام المتمركزة في درعا المحطة، بالإضافة إلى استهداف بلدة اليادودة وبلدة علمة في ريف درعا الشرقي بالرشاشات الثقيلة، حيث أيضا إذا بالعودة إلى درعا البلد هناك اشتعلت بعض المنازل في حي طريق السد أثر استهدافها بالرشاشات الثقيلة، أي هنا الرشاشات 23 ميم دال. هناك هدوء نسبي في مناطق أخرى، ولكن كما ذكرت لك أن هناك تقصف متقطع على أحياء درعا البلد، هناك قلق من الجانب المدني حول عدم التزام النظام في هذا الاتفاق الذي اتفقوا عليه في تخفيف التصعيد العسكري في عدة مناطق كانت درعا ضمن هذه المناطق. هناك قلق من قبل الجانب المدني بسبب عدم التزام النظام السوري وحلفائه في الاتفاقيات السابقة في سوريا. كانت هذه احدى الخروقات لهذا اليوم، استهداف احياء درعا البلد بالمدفعية، وايضا استهداف بلدة اليادودة بالرشاشات الثقيلة، وايضا استهداف بلدة علمة. هذه الخروقات التي تمكنا من تسجيلها بالتعاون مع ناشطين في محافظة درعا حتى هذه اللحظة. الى ريف ادلب محمد سلهب. محمد، ما اخر تطورات ممكن ان نقف معك عليها؟ نعم يسون، بالنسبة لدخول اليوم الثاني للهدنة أو لخطة مناطق خفض التصعيد، طبعا لم يسجل هناك أي خروقات سواء كان بطائرات حربية أو كما نسميها غارات جوية أو قصف مدفعي على مناطق عدة، طبعا لم يسجل هناك أي حالة من الحالات أو أي خروق أو أي خرق عفوا في المناطق عامة. طبعا شهدت المنطقة هدوءا نسبيا إضافة لعودة نشاط إلى الأسواق، حركة جيدة جدا في المرافق العامة. طبعا كما ذكر زميلي في المقابلة السابقة، نعم لا زال الأهالي متخوفين من موضوع عدم التزام النظام بالخروقات، وكان لنا تجربة سابقة في كفرية والفوعة التي تم الاتفاق عليها، ومن بعدها كان هناك قصف لمناطق كانت ضمن الهدنه كبنش وسرمين ومدينه ادلب ورام حمدان وتلك المناطق. طبعا لا زال هناك الامر، دعيني نسميه بالتجربه، الاهالي طبعا ملوا من القصف، القصف كان شديد في الاونه الاخيره على المناطق، كانوا يسجل اكثر من 60 70 غاره على مناطق ادلب عموما، اما في خلال يومين الماضيين سجل فقط هناك مرور لطائره حربيه في الاجواء بعد أن دخلت الهدنة حيز التنفيذ بعدة ساعات، ولكن لم يكن هناك أي قصف أو أي أهداف. نعم، شكرا لكما. نعم، انقطع يعني تقطع الصوت. على أي حال وصلت كل المعلومات، شكرا جزيلا لك. من ريف إدلب مراسلنا محمد سلهب، ومن ريف درعا كان معنا أيضا مراسلنا محمد الحوراني. شكرا لكما.